في هذه اللحظة كان بزوغ فجر جديد من المصالحة الفلسطينية الداخلية والتي تتوق لها الصغار والكبار على حد سواء. فبعد 3 أيام من الحوار في قاهرة المعز، جرى التوقيع بين حركتي فتح وحماس على اتفاق المصالحة الداخلية برعاية مصرية، والذي تضمن كيفية تمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وممارسة مهامها ومسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى في الأول من ديسمبر المقبل، وإدارة المعابر كافة وحل قضية الموظفين بشكل جذري. فيما وجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع بالقاهرة يوم 21 نوفمبر القادم لكافة الفصائل الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني عام 2011. توقيع الاتفاق حذا بالمواطنين في غزة الخروج في الميادين العامة والبدء بعرس الوحدة الوطنية. هذا اليوم هو يوم العرس الفلسطيني الذي انتظرناه سنوات طويلة. هذا اليوم مهما تكلمنا لا نستطيع أن نعبر عن فرحتنا. هذا اليوم هو الذي سيعيد بهجة الروح الموحد للشعب الفلسطيني الموحد. فرحة جماهيرية عارمة في تصود أوساط الشباب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني من شباب شيوخا وشيبا ونساء. هذه الصفحة الفلسطينية من الانقسام قاربت على النهاية. هذه صفحة بيضاء جديدة، وعلى الجميع أن يتغلب على الصعاب اللي مرينا فيها. الآن أمام صفحة جديدة، الأقصى ينتظر، المقدسات الفلسطينية تنتظر. وكما أعلن، ستكون مصر ضامنا للتطبيق العملي لهذا الاتفاق بكافة مراحله، وهذا ما يبعث الأمل للفلسطينيين بحل كافة قضايا قطاع غزة والذي تأثر بشكل رئيسي من الانقسام. هذا سيلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة بشكلها الإيجابي، سواء الاجتماعية والاقتصادية، وإنقاذ غزة من كارثة الفقر والجوع والبطالة وعدم الإعمار والحصار الظالم وفتح المعابر. وعلى القضية برمتها سيكون مدخل للوصول إلى برنامج وطني مشترك بين كل الوطن الفلسطيني يعزز الشراكة ويعزز مجابهة الاحتلال. وعلى ما يبدو أن الإرادة هذه المرة في إنهاء الانقسام كانت أقوى من سابقاتها، وهذا ما تجلى في كيفية بحث آلية التنفيذ التي كانت دائما هي العائق، والخطوات الإيجابية المتبادلة بين الحركتين. يطوي الاتفاق في القاهرة بين حركتي فتح وحماس 11 عاما من الانقسام الداخلي، ويفتح أملا بإنهاء معاناة سكان غزة والتي كانت لهم على مدار تلك الفترة صاحبا في كل ميدان. محمد بعلوشة، الإخبارية، قطاع غزة.